السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارنا إيه؟ النهاردة عندي 10 جمل من أغرب الجمل في الترجمة. أوكي، هنجرب مع بعض كده، هنقرأ مع بعض الـ10 جمل الأول، وهديك فترة بسيطة تحاول توصل ترجمة الجمل دي أو التعبيرات، جمل أو تعبيرات. توكلنا على الله. نمبر 1، over the moon. Over the moon. Number 2, cook the box. Cook the box. Number 3, on the QT. On the QT. Number 4, cat and dog life. Cat and dog life. Number 5, you are fired. You are fired. Number 6, on the same wavelength. On the same wavelength. Number 7, the grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. Number 8, bend over backward. Bend over backward. Number 9, warm eye view. Warm my view. Number 10, it's not my baby. It's not my baby. Okay? Over the moon, شديد السعادة. Over the moon. Cock the box, يغير الحقائق، يلعب في الحسابات المالية، يغش، يغش في الحسابات المالية، يستفها يعني. On the QT, في السر. يبقى لما اقول لك on the QT في السر. cat and dog life دايما في شجار او في عرق مستمر، وخاصة بالنسبة للحياة الزوجية. you are fired، انت مفصول. you are fired، انت مفصول. on the same wavelength، على اتفاق وتفاهم. The grass is always greener on the other side. شخص ينظر إلى ما في يد غيره يحسده. Bend over backward. يبذل مجهود خرافي. يبذل قصارى جهده. Warm eye view. Warm eye view. نظرة حقيقية للأمور. It's not my baby. مش مشكلتي. It's not my business. It's not my baby. Okay? شوف حضرتك كان سهل بالنسبة لك كام جملة ترجمتهم، ويعني أعتقد إن هي جمل بسيطة ونعرف نستخدمها في حياتنا، وإن شاء الله يعني نتقابل في حلقة تانية، وربنا يسهل، ربنا يكرمك إن شاء الله. مع السلامة.